واحد بيقول لماذا لا ندرس عقيدتنا كاملة من طقس ولاهوت وتاريخ كنيسة وعقيدة الفن إلى آخره منذ الطفولة؟ لأننا بناخد أشياء بسيطة جدا في الابتدائي والإعدادي واللي في سنة والجامعة نكتشف أننا لا نعرف شيء. جايز كتب التعليم الديني بسيطة، لكن مفروض في مدارس الأحد بيدرسوا العقيدة والألحان وبيدرسوا الكتاب المقدس وقواعد الإيمان وكل دي. فأنت تقصد كتب التعليم الديني ولا عموما؟ عموما في مدارس الأحد بيدرسوكوا كل حاجة، وفي اجتماعات الشباب بيدرسوكوا كل حاجة، وفي الأسرات الجامعية بيدرسوكوا كل حاجة. لكن المناهج بتاعت التعليم الديني في المدارس بيحاولوا أنها تكون مناسبة لكل الطوائف، كل الكنائس باختلاف مذاهبها، فما بيتعرضوش للعقائد اللي فيها اختلاف بين الناس وبعضهم البعض. بيحطوا القواعد العامة بس اللي بيتفق فيها الكل. بيقول مع ان الطفل الان يتعلم اشياء صعبة وكمبيوتر ولغات، فاذا كانت دروس اللاهوت والطقس والعقيدة والالحان اللي بنتعلمها في الصغر، انت في مدارس الاحد مفروض كل الحاجات دي تكون موجودة. وارجو نراعي هذا في المناهج الجديدة اللي نحطها في مدارس الاحد.